أحبائي صغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة ونص جديد. إذن لدينا النص الوظيفي الثالث بعنوان هدية لصديقي. قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، ما تنساوش إذا ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم من هذا الفيديو هذا. على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذا نبداو بألاحظ وأتوقع، أتأمل المشهد وأجيب، في أي مكان وقعت أحداث النص، ما الشخصيات المشاركة فيها؟ إذا لاحظوا معي، هذا هو المشهد. إذا وقعت أحداث النص في غرفة نوم الطفل، هذا الطفل هذا، والشخصيات المشاركة هي الأم وابنها. إذن الأم وابنها، جيد. إذن غنقولوا بهذا الشكل هذا، غنقول بهذا الشكل. وقعت أحداث النص في غرفة نوم الطفل، والشخصيات المشاركة هي الأم والابن. أعيد، وقعت أحداث النص في غرفة نوم الطفل، والشخصيات المشاركة هي الأم والابن، جيد. انطلاقا من المشهد والعنوان، أذكر توقعي لما قد يحدث أو يتحدث عنه النص. إذا انطلاقا، غنديرو بحال هذا الشكل هذا. انطلاقا من المشهد والعنوان، أتوقع أن النص سوف يتحدث عن طفل يقدم هدية لصديقه. انطلاقا من المشهد والعنوان، أتوقع أن النص سوف يتحدث عن طفل يقدم هدية لصديقه. جيد، الآن ننتقل إلى القراءة. إذا لنقرأ هذا النص، أتمنى يكون واضح. جيد. هدية لصديقي. سأل سمير أمه، كم بقي من الأيام ليأتي العيد؟ أجابت الأم باسمة، لما تريد أن تعرف؟ أتود أن تشتري لك لباسا جديدا؟ ضحك سمير وقال، لا يذهب عقلك بعيدا يا أمي. إذن تريد أن تغتنم هذه المناسبة السعيدة لتصل الرحم بأقربائك وأصدقائك، أليس كذلك؟ حسنا ما قلته، لكنني أقصد شيئا آخر. تعالي معي إلى غرفتي يا أمي. رافقت الأم سميرا إلى غرفته، وهي تتساءل في نفسها، ماذا يريد هذا الولد النبيه؟ ولشد ما تفاجأت عندما فتح سوانه وأخذ منه حصالة النقود وقال، أحسبي معي 20 درهما. ثلاثون، أربعون، إذن 30، 40، 100، 200 درهم. تلألأت عيناه فرحا وقال، هل تعرفين ما سأفعل بهذه النقود؟ أجابت على الفور، ستشتري بها حذاء جديدا تنتعله صبيحة العيد الذي سيطل علينا بعد يومين فقط. قال سمير، نعم يا أمي، سأشتري حذاء جديدا، لكن ليس لي بل لصديقي علي ابن جارنا الفقير. عانقت الأم سميرا وقالت، هكذا أريدك يا بني أن تكون دائما عطوفا على المساكين والفقراء، رؤوفا بالعجائز والضعفاء، تمد لهم يد العون. وإلا لما نحتفل بالعيد إذا لم يشاركنا الآخرون سرورنا؟ صباح العيد نهض سمير باكيا وذهب إلى منزل صديقه علي، حياه وهنأه بحلول العيد وأهداه الحذاء وطبقا مملوءا بالحلويات. كم كانت فرحة علي كبيرة بهدية العيد. إذا جيد جدا. إذا هذا النص هذا قرأه في المنازل ديالكم عدة قراءات، جيد. إذا الآن ننتقل إلى فقرة الأسئلة المرافقة لهذا النص. أدمج المقاطع لتكوين كلمات، جميل. لدينا عيد،
إذا أدمجناه سوف يعطينا كلمة العيد. العيد، العيد. جيد، ثم لدينا مناسبة، إذا أدمجناها سوف يعطينا كلمة مناسبة. مناسبة، مناسبة. ثم لدينا لنصلة، إذا أدمجناها سوف نحصل على كلمة لنصلة. جيد، ثم لدينا كلمة مقاطع رحيمًا، رحيمًا. إذا أدمجناها سوف نحصل على كلمة رحيمًا، رحيمًا. جيد، إذا ننتقل الآن إلى الصفحة الموالية. جميل، لدينا السؤال الأول، أعوض المقطع الأول في كل كلمة بما يناسب. لدينا الضاء أو باء، لدينا كلمة شباب، شممت، شرق، شقي. إذا شباب سوف نعوض ش بضاء كي نحصل على كلمة ضباب. ضباب. ولدينا شممت سوف نعوض المقطع الأول بالضاد كي نحصل على كلمة ضممت. ضممت. جيد، ثم لدينا كلمة شرق، سوف نعوض المقطع الأول أو شاء شين بالباء كي نحصل على برق. برق. ولدينا كلمة شقي، إذا سوف نعوض المقطع الأول بالباء كي نحصل على بقي. بقي، إذن بهذا الشكل هذا. جيد، ننتقل الآن إلى السؤال الموالي، أجزئ كل كلمة إلى مقاطع. لدينا أقارب، أقارب 20، فقراء. نبدأ بكلمة أقارب، إذن أقارب، إذن أقارب، أقارب. لدينا كلمة عشرون، عشرون، عشرون. ثم لدينا كلمة فقراء، إذن فقراء، فقراء. جميل، إذن أقرأ المقاطع. صديقك من أحسن إليك. إذا جمعناها غادي نحصل عليك على صديقك من أحسن إليك. إذا نقرأ الكلمات، صديقك من أحسن إليك، إذن هي هذه المقاطع بعد ما جمعناها. صديقك من أحسن إليك. جيد جدا، ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. سؤال يقول، أصغي إلى قراءة أستاذي أو أستاذتي ثم أقرأ مع صديقاتي أو أصدقائي. الجملة الآتية وأشرحها. صديقك من أحسن إليك، هذه الجملة هذه كتعني أن الصديق ديالنا هو الذي يحسن إلينا ويقف معنا وقت الشدة مثلا، ويزورنا إذا مرضنا، أو يفرح لنا إذا فرحنا. إذا فهذا هو الصديق الذي يحسن إلينا. إذا نقرأ المقطع الآتي وأشخصه. سمير، كم بقي من الوقت ليأتي العيد؟ الأم، لما تريد أن تعرف؟ أتود أن تشتري لك لباسا جديدا؟ سمير، لا يذهب عقلك بعيدا يا أمي. الأم،
إذا تريد أن تغتنم هذه المناسبة السعيدة لتصل الرحم بأقربائك وأصدقائك، أليس كذلك؟ سمير: حسنا ما قلته، لكنني أقصد شيئا آخر. جيد، ننتقل الآن إلى الصفحة الموالية. السؤال هنا يقول: أنمي معجمي أشرح. إذا نبيه، فاطن، ذكي. إذا نبيه هي فاطن وذكي. تغتنم هي تنتهز. أجابت على الفور أي أجابت حالا. تنتعل تلبس نعلا أو حذاء. ثانيا أملأ خريطة كلمة سرور، نوعها، مرادفها، ضدها، وكذلك أيضا نضعها في جملة أو نركبها في جملة. إذا سرور نوعها اسم، اسم هي اسم. مرادفها هي فرح، فرح. ضدها هي قلق أو حزن، اكتبوا حزن أو اكتبوا قلق، حال بحال قلق. نضعها في جملة: أحس بسرور كبير. إذن أحس بسرور كبير، أحس بسرور كبير، أحس بسرور كبير. جيد. السؤال الموالي: أضع الكلمة المناسبة في كل جملة. أهداني، هداني. حسبت، حسبت. إذا صديقي للخير، نقودي. أخي كتابا، العيد قريبا. إذا أهداني أو هداني، إذا هنا لدينا هداني، هداني أي أرشدني صديقي للخير. ثم أهداني أخي كتابا، أهداني أي قدمه لي كهدية. أهداني أخي كتابا. جيد. حسبت، حسبت. إذا حسبت نقودي، حسبت، حسبت نقودي. ثم حسبت أي اعتقدت، هنا حسبت بمعنى قمت بتعداد نقودي، حسبت بمعنى ظننت. حسبت بمعنى ظننت. جيد. ننتقل الآن إلى أسئلة الفهم. إذا أجيب هنا، سأل سأجيب سأل سمير أمه ماذا قال. إذا قال: متى العيد؟ نكتبوها. قال، قال: متى العيد؟ علامة استفهام. إذا قال: متى العيد؟ متى تفاجأت الأم؟ إذا تفاجأت الأم عندما أهدى لصديقه الحذاء. إذا عندما أهدى لصديقه الحذاء. إذا نشكلها: عندما أهدى لصديقه الحذاء. هادشي راه تكتبوه في التفاصيل ديالكم. إذا ماذا سيشتري سمير بنقوده؟ إذا الحذاء، حذاء. ماذا أهدى سمير لعلي؟ أهدى له، أهدى له الحذاء والحلوى، حلويات والحلويات. أهدى له الحذاء والحلويات، أهدى له الحذاء والحلويات. جيد جدا. ندخل الآن إلى السؤال الوالي:
أضع علامة في قبل زمني النص، هل ليلة العيد يومان قبل العيد، أسبوع بعد العيد أو صباح العيد؟ إذا زمن النص هو يومان قبل العيد وفي صباح العيد. إذا لدينا زمنين، يومين قبل العيد ثم صباح يوم العيد. جيد. سؤال سادس، استخرج من النص صفات أرادت الأم أن يتصف بها سمير. إذا منها عطوفا، هي العطف، العطف والرأفة، الرأفة أن يكون رؤوفا بالمساكين، الرأفة إذا أن يكون عطوفا رؤوفا بالمساكين والعجائز. جيد. السؤال الموالي، أرتب الجمل بالأرقام 1، 2، 3، 4، 5 لألخص النص. أثنت عليه أمه، أخبر أمه بما فكر فيه، وفر سمير مبلغا من المال، أسعد صديقه صباح العيد، فكر في شراء حذاء لصديقه الفقير. جيد. إذا الفكرة الأولى هي وفر سمير مبلغا من المال. الفكرة الثانية هي فكر في شراء حذاء لصديقه الفقير. الفكرة الثالثة هي أخبر أمه بما فكر فيه. الفكرة الرابعة هي أثنت عليه أمه. والفكرة الخامسة هي أسعد صديقه صباح العيد. هذو غادي تجمعوهم باش تلخصوا النص. هنا لدينا أنتج أشخص أنا ومن يجلس معي أو من تجلس بجانبي سمير وأمه، ونردد الحوار الذي دار بينهما. أبدي رأيي في تصرف سمير. إذا هنا تصرف سمير، تصرف نبيل، إذا تصرف سمير تصرف نبيل. إذا فقط سير نكتبو. جيد جدا. إذا أحبائي الصغار بهكا كنكونو سالينا الحصة ديال اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.